اللواء الثامن أو ما يعرف حاليا باللواء 27 ميكا اليد الضاربة للجيش في حضرموت والمكلفة بحماية سواحل البلاد الشرقية بات اليوم في قبضة الجيش الوطني وغوات النخبة الحضرمية بعد إنهاء سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة عليه وهي السيطرة التي لا تزال تحمل الكثير من التساؤلات فاللواء الضارب المتمركز شرقي المكلا كان بمثابة فيلق عسكري يضم أكثر من عشرة آلاف مقاتل ويحوي أكبر مخازن السلاح وأحدث أنواع الترسانة العسكرية التي كان الجيش يمتلكها ورغم كل هذا لم يستطع أن يصمد أمام العشرات من مسلحي أنصار الشريعة ليسلم المعسكر لهم بكل ما فيه دون طلقة رصاص واحدة أو هكذا أراد مخرج سيناريو فيلم سقوط المكلا حينها ان يبدو عليه المشهد. معسكر يملك اللواء 27 ميكانيكي وهو لواء كبير فيه اكثر من 10 كتائب يمتلك عدد من الاسلحه والمدافع والدبابات وغيرها من الاسلحه الخفيفه والمتوسطه. وهو القوه الدفاعيه كان على المكلف بشكل عام. وسلم ونهب جميع محتويات هذا المعسكر وكما ترون الان هذه المباني هدمت الاخشاب بيعت الابواب تم بيعها الخطوط الكهرباء نهبت، الكابلات سرقت فالذي احتل الموقع هي عصابه هدفها تدمير كل شيء جميل في البلاد ليتحول المعسكر بعدها لموقع لتصنيع المفخخات والعبوات الناسفه حيث اعلنت قياده المنطقه العسكريه الثانيه عن اكتشافها لاحد اكبر معامل القاعده المتخصصه في صناعه المفخخات في داخل المعسكر الآن نحن داخل معسكر 27 في منطقة الريان وقد نقوم الآن بتنشيط المنطقة من الألغام والمفخخات التي حطوها عناصر القاعدة والآن في مواقع أخرى في أحواش خارج على خط المكلة نقوم بتفتيشها وقمنا ولقد لا وجدنا بعض الالغام المفخخات داخل الاحواش التي على الشارع خط المقله واليوم وبعد سيطره قوات النخبه الحضرمية عليه لم يعد يبقى من ذلك المعسكر العملاق سوى مبان مهدمه ومخازن اسلحه فارقه وبضع اليات عسكريه صدئه ومعطله وكميات هائله من الألقام والعبوات الناسفه التي زرعها مسلحو القاعده قبل هروبهم كانت هذه المخازن قبل سيطرة تنظيم القاعدة عليها واحدة من أكبر مخازن السلاح في حضرموت وربما في الجمهورية كاملا أما اليوم لم يعد يتبقى منها سوى هذه الذخائر القديمة والبالية التي عفى عليها الزمن محمد اليزيدي لقناة بلقيس اللواء 27 المكلة